ورجغة. يبدأ عبد الحميد زاويته دون أن يعرف المفردة التي احتلت العنوان وهي ورجغة، ربما يترك الأمر لحصافة القارئ ليتبينها من بين السطور. يبدأ الكاتب ويقول: منذ يناير الماضي وبالخرطوم وحدها أحصيت أكثر من ندوة وورشة عمل نظمتها جهات سياسية وأكاديمية وإعلامية، كلها عن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وما زالت الصحف تتلقى الدعوات في ذات الإطار وبعناوين مختلفة. ويذهب عبد الحميد عوض قائلا: أقول وأنا مطمئن تماما أنه ليس هناك متحدث واحد فقط في هذه الندوات أضاف جديدا لما هو معلوم بالضرورة من حيث أثر العقوبات وإيجابية رفعها، وهي مسلمات يدركها راعي الضأن في الخلاء مع كامل الاحترام للرعاة واتحاد الرعاة. ويذهب الكاتب إلى عرض ملاحظة ثانية، هي أنه ليس هناك جهة من بين كل الجهات الرسمية أو المدنية بادرت بتنظيم ندوة تحت عنوان واضح وصريح عن ماذا يستفيد المواطن من رفع العقوبات، علما بأن الجزء الكبير من دفاع الحكومة حيال العقوبات الأمريكية كان يستند إلى القول بأن الشعب السوداني هو المتأثر الأول منه، وهو قول صحيح. ويختم عبد الحميد عوض زاويته متسائلا: أين المنظمات والهيئات التي أسست في السابق لمناهضة العقوبات الاقتصادية وقادت المسيرات تحت شعار مواطنون ضد العقوبات، مما دفعه ليقول: ها هي العقوبات قد رفعت، ولذا أدعو ذات المنظمات لأن تواصل كفاحها من أجل المواطن حتى لا تضيع حقوقه في السفاسف.